السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة على أسباب نزيف الأنف سواء من فتحة واحدة أو الفتحتين. بيحدث نزيف الأنف نتيجة تمزق أحد الأوعية الدموية الموجودة في بطانة الأنف، وغالباً ما بيكون نزيف الأنف من فتحة واحدة، ولكن في حالة نزيف الأنف الشديد فإن الدم بيتجمع في المنطقة بين الفتحتين مسبب سيلان الدم من الفتحة التانية. طيب إيه هي أسباب نزيف الأنف من فتحة واحدة؟ عادة لا تختلف أسباب نزيف الأنف من فتحة واحدة عن الأسباب المؤدية إلى النزيف من الفتحتين، وبتتضمن أسباب نزيف الأنف من فتحة واحدة والأكثر شيوعاً وهي نخر الأنف باستخدام الإصبع. ممكن إن إحنا باستخدام صباعنا نجرح الأنف، فبالتالي بيسبب نزيف وتمزق أحد الأوعية الدموية وبيسبب النزيف من فتحة واحدة، وممكن إن إحنا نلاقيها حصل نزيف من الفتحتين رغم إن الجرح كان في فتحة واحدة، ولكن لشدة الدم فممكن إن هو ينزل من الفتحتين. جفاف الأغشية المخاطية، غالباً ما بيسبب الهواء الجاف جفاف الأغشية المخاطية وبالتالي حدوث نزيف. أسباب نزيف الأنف من فتحة واحدة ممكن يكون راجع لنزلات البرد، خاصة في الحالات اللي بتسبب السعال والعطس والنف وكده، ممكن إنها تسبب نزيف الأنف. إدخال جسم غريب في الأنف، التهاب الأنف التحسسي، استخدام الأدوية اللي بتسبب زيادة خطر الإصابة بنزيف الأنف زي الإسبرين، استنشاق مهيجات كيميائية زي مواد التنظيف، استنشاق المخدرات والمؤثرات العقلية زي الكوكايين، استنشاق هواء من المرتفعات ممكن يكون أكتر جفافاً فبيسبب نزيف الأنف، زيادة استخدام الأدوية لمعالجة الكحة أو مضادات الهستامين أو البخاخات. طيب إيه هي أسباب نزيف الأنف من فتحة واحدة بس الأقل شيوعاً؟ الإصابة بالجراحة في الأنف، توسع الشعيرات، الإصابة بالأمراض الخبيثة، في حاجات بتبقى قليلة جدا في الشيوع زي اللي احنا اتكلمنا عنها. طيب ما هي أنواع نزيف الأنف؟ بتختلف أنواع نزيف الأنف باختلاف مكان حدوث النزيف. في نزيف الأنف الأمامي وفي نزيف الأنف الخلفي. النزيف الأنف الأمامي بيكون في أسفل الحاجز، وده الجدار الفاصل بين فتحتي الأنف، بيحتوي على العديد من الأوعية الدموية اللي هي ممكن إنها تنزف عند الإصابة المباشرة للأنف أو خدشه. النزيف الخلفي بقى هنتكلم عنه، بيعود حدوث النزيف الخلفي نادر مقارنة بالنسبة للنزيف الأمامي، وبيحدث عند كبار السن والأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو عند التعرض للإصابة في الوجه مباشرة، بيحدث نزيف الأنف الخلفي. شكرا ودمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.